حلقة جديدة من أهل البلد، أهلا بيكم. يا رب تكونوا في خير وصحة وسعادة وأمن وأمان. كل سنة وانتم طيبين. نهاية العام الدراسي تقريبا، الابتدائية خلصت امتحانات، الإعدادية بتمتحن، تانية إعدادي بتمتحن أو تالتة إعدادي ما زالت بتمتحن، والناس أخذت الأجازة والكل بدأ يبحث أين يذهب في الصيف. طبعا متابعين زيادة درجة الحرارة، الموجة الحارة اللي بتضرب البلد على مدار الكام يوم اللي فاتوا. اسكندرية طول عمرنا بنبص لها، أو أهالي باقي المحافظات ال 27 محافظة بيحسدوا أهالي اسكندرية في الصيف، يقول لك والله عندهم المية والبحر والجو وحاجة كده جميلة تقدر تعيش فيها. هل اسكندرية للأسف بيعانوا على مدار الفترة اللي فاتت بسبب حجب البحر عن المواطن بفعل فاعل وهي الحكومة؟ الصورة اللي وصلت لنا امبارح من أحد متابعي البرنامج تقول لك ماذا حدث في اسكندرية مع بداية فصل الصيف والموجة الحارة. أهالي اسكندرية طلعوا عشان يقعدوا على البحر فاصطدموا بهذه الصورة. الصورة اللي قدام حضرتك دي أهالي اسكندرية عارفينها كويس، أو المنطقة دي اللي راح الجامعة في اسكندرية سواء في هندسة اللي بتقع على امتداد المنطقة دي، أو المجمع النظري أو المجمع العلمي، أو أهالي اسكندرية أو أي حد بيصيف في اسكندرية عارف إيه هي الصورة دي ومكانها فين. ده كده كورنيش البحر في منطقة الشاطبي. حضراتكم شايفينه قدام هناك على في الصورة من فوق، ده كازينو الشاطبي. كازينو الشاطبي بقى ده واحد من أهم المعالم التاريخية لاسكندرية. تم تأسيسه سنة 1907، يعني عمره بيتجاوز حوالي 120 سنة. وفي الكازينو ده كانت أول أغنية غناها العندليب عبد الحليم حافظ صفيني مرة، وفيها كمان كان محمد عبد الوهاب بيغني، إسماعيل ياسين وسرايا أحمد كانوا بيقدموا فقرات استعراضية، ثلاثي أضواء المسرح، كله في كازينو الشاطبي اللي بيعتبر واحدة من ذاكرة اسكندرية، أو مكان من أهم ذكريات اسكندرية. فرق عالمية وفرق مصرية، تقريبا كل الفنانين مروا على هذا المكان الأشهر في منطقة الشاطبي في بحر اسكندرية على الكورنيش. فضل مبني من الخشب من 1907 لحد 1952، اتهد واتبنى بشكله ما قبل الحالي. سنة 1952 الحكومة بنت أو عملت جنب كازينو الشاطبي حاجة اسمها الدرجة. أهالي اسكندرية يقول لك درجة الشاطبي أو مدرج الشاطبي، اللي هو الممشى اللي قدام حضراتكم ده. الممشى ده تم بناؤه سنة 1952، اتطور بعد كده يعني ما كانش بالشكل ده، لكن فضل من 1952 لحد قبل كام سنة بيستخدم كممشى، والناس بتمشي بقى بدل ما تمشي فوق على الرصيف بتنزل تمشي تحت على الكورنيش، يبقى منك للمية. قام سيادة المحافظ، محافظ اسكندرية اللواء الشريف، قرر يعمل سبوبة وبزنس ويحول ممشى الشاطبي من ممشى للمصطافين والمشاة لجراج للسيارات زي ما حضرتك شايف كده. المشهد ده لو لفيت العالم من شرقيه لغربيه، ولفيت دول العالم الأول والتاني والتالت والرابع والدول النامية والنايمة والقايمة عشان تلاقي مشهد بالمنظر ده، أتحداك تلاقي حد عامل كده. الممشى اللي تحت الملامس للمية معمول جراج للعربيات، والمواطن ماشي فوق عشان عين العربيات أهم، أصل العربيات بتدفع فلوس، والعربيات دي بتاعت السادة المسؤولين ورواد كازينو الشاطبي بعد تطويره وتحديثه واللي بقى للأغنياء فقط، لكن المواطن الغلبان بتاع اسكندرية اللي هرب من حر بيته في العصافرة أو في الحضرة أو في سيدي بشر أو في أي مكان أو حتى في الشاطبي نفسها، لا ده مش هيدفع حاجة، ده يمشي فوق زيه زي العربيات، والعربيات الملاكي راكنة تحت منها للبحر. تحس كده إن سيادة المحافظ عايز يروق على العربيات، تخلي العربيات تصيف. يعني أنا ببعت الصورة للسيد المحافظ، السادة المسؤولين في بلدنا، أقول لهم اتقوا ربنا في المواطن، اتقوا ربنا في الموارد، اتقوا ربنا في واحد من أهم الأماكن التاريخية في اسكندرية، كازينو الشاطبي والمكان المحيط بكازينو الشاطبي وذكريات أهالي اسكندرية والمصطافين، حرام تحولوها بالشكل ده. واحنا في بداية الصيف، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخفف عننا وعنكم
حر هذا الصيف، ويخف ايد الحكومة اللي بتقطع الكهرباء عن المواطن في عز الحر، فيبقى حر وضلمة وكمان مفيش بحر. لا ده كده كتير قوي على اهالي اسكندرية وعلى المواطن المصري.